أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تطلب دراسة الطب حتى لا يحتاج المسلمون للأطباء الكفرة حتى لو ترتب عليه اختلاط في الدراسة، إذ لا توجد قال دراسة الطب في العالم إلا وفيها اختلاط؟ ما الاختلاط هذا ما هو من ضرورات التعليم، هذا نفس القائمين على التعليم ما فيهم خير، ولا بالإمكان أن النساء يتعلمن لوحدهم مع النساء والرجال يتعلمون مع الرجال، وهذا ميسور جدا سهل جدا، لكن يحتاج إلى صلاح النية وصلاح القصد، وأن يكون المتولي على هذا الشيء يخاف الله عز وجل، هذا من سوء التصرف، ما هو من الضرورة، هذا من سوء التصرف. نعم.